بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 18 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. سوف تستمعون في هذه الحلقة أحبتنا الكرام إلى إجابة عدد من الأسئلة، أولها عن سجدة التلاوة في وقت النهي، ثم عن وقت قضاء راتبة الفجر، ثم عن الحكمة في بعض الأعداد المذكورة في آيات من القرآن الكريم، ثم عن التنفل بعد أداء صلاة الوتر ثم النوم بعده. بعد ذلك سؤال عن فضل التوحيد وآثاره، ثم سؤال عن تفسير قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآية، ثم سؤال عن موقف المسلم تجاه الكفار والمبتدعة وأهل الكبائر. ثم يطلب السائل من فضيلة الشيخ التوجيه أمام قلة اهتمام بعض المسلمين بالقرآن الكريم، ثم يطلب أيضا توجيها حول التهاون في الصلاة أو تركها بالكلية، ثم سؤال عن حكم من أنكر تلبس الجني بالإنسي، وبعده سؤال عن رد الحقوق إذا لم يعرف أهلها كيف يكون، ثم سؤال عن كتاب الغزالي إحياء علوم الدين، ثم عن تأجير الوقف إذا لم يشترط الواقف ذلك، ثم سؤال عن بعض صور الصلة والقطيعة، وعن زكاة الغنم وعن زكاة المال، ثم عن وجوه مصارف الزكاة، وعن مقدار النصاب في الزكاة بالنقود السعودية الحالية، وعن بعض مستحقي الزكاة، ثم عن رؤية المتوفى وماذا تعني. وآخر أسئلة هذه الحلقة من الأخت نوال الدوسري عن حضورها لبعض المناسبات التي ترى فيها المنكرات ولا تستطيع تغييرها. فإلى أول أسئلة هذه الحلقة، هذه رسالة من المستمع أبي عبيدة خيري من السودان، بعث ضمنها عددا من الأسئلة. يقول في أولها: هل تصح سجدة التلاوة بعد صلاة الصبح وهل فيها دعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن العلماء اختلفوا في سجود التلاوة، هل هو صلاة فيأخذ أحكام الصلاة، ومن ذلك أنه لا يجوز في وقت النهي، أم أنه عبادة مستقلة وليس صلاة فيجوز في غير وقت النهي ولا يأخذ، فيجوز في وقت النهي ولا يأخذ أحكام الصلاة من كل وجه. وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه ليس صلاة وإنما هو عبادة مستقلة فيجوز في أي وقت، ولأن سببه التلاوة. حتى لو قلنا إنه صلاة فإنه يدخل في ذوات الأسباب، وذوات الأسباب الصحيح أنها تفعل في أي وقت حصل سببها. نعم، على القول أنه ليس بصلاة يا شيخ، معنى ذلك أنه لا يحتاج مثلا طهارة، ما يأخذ أحكام الصلاة، ما يشترط له شروط الصلاة ولا أركان الصلاة ولا. نعم، وإن سجد وقد تبدو بعض عورته مثلا، وإن سجد غير العورة ما يجوز كشفها أبدا في الصلاة ولا غيرها. نعم، وهو سأل عن ما يقال في سجود. نعم، هل فيه دعاء؟ نعم، فيه دعاء مثل سجود الصلاة تماما، في أنه يقول سبحان ربي الأعلى الأقل مرة والأكثر ثلاث مرات، ثم يدعو بما تيسر له من أنواع الأدعية، لأن السجود مظنة الإجابة أو أقرب ما يكون إلى الرب سبحانه وتعالى، سواء سجود التلاوة أو سجود الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: إذا أدركت الإمام في صلاة الصبح في الركعة الأولى أو الثانية ولم أصلي عقبه ولم أصلي راتبة الفجر، فهل يصح لي أن أصلي بعد السلام مباشرة؟ نعم، إذا فاتتك راتبة الفجر قبلها فأنت بالخيار، إن شئت أن تصليها بعد الفجر مباشرة، وإن شئت أن تؤخرها إلى ارتفاع الشمس وهذا أحسن، ولكن لو صليتها بعد الفجر مباشرة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله عن ذلك فقال إنه لم يتمكن من أداء الراتبة قبل الصلاة فهو الآن يصليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. نعم، وذلك لأكدية، وذلك لتأكد هذه الراتبة، وهذه الراتبة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعها لا حضرا ولا سفرا، ولما حصل له مع بعض أصحابه نوم في السفر ولم يوقظهم إلا حر الشمس فإنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الراتبة بل صلاها أولا ثم صلى الفجر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكمة في ورود العدد 70 و7 أكثر من غيره في القرآن
القرآن الكريم؟ الله أعلم، أنا لا أحبذ ولا أحسن التعلق بهذه الأعداد والاعتقاد فيها أنها تدل على شيء. هذه أعداد تأتي بحسب سياق الكلام وبحسب الخبر الذي ترد فيه، لا القصد إلى الأعداد وأنها تدل على التشاؤم أو تدل على التفاؤل أو غير ذلك مما يعتقده الخرافيون. نعم. سلام الله عليكم. يقول: إذا صليت الوتر ثم نمت وصحوت، هل يجوز لي أن أتنفل؟ نعم، يجوز أنك تتنفل بعد الوتر، يجوز أنك تتنفل بعد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر. نعم. أحسن الله عليكم. هذا مستمع كتب على اسمه أبا عمار، له عدد من الأسئلة. يقول في أولها: نرجو من فضيلتكم التحدث عن فضائل التوحيد مع بيان آثاره وثمراته، وعن بعض أخبار الأنبياء عليهم السلام والصالحين الذين حققوا التوحيد، ما مظاهره في الحياة العامة؟ لأن كثيرا من الناس هداهم الله تعلقوا بالقبور والأضرحة والطواف حولها، مع بيان حكم الشرع في فعلهم هذا. فضائل التوحيد عظيمة جدا، أعظمها أنه يرجع العبد إلى ربه عز وجل الذي خلقه ورزقه وأمده بما يحتاج إليه، فيتعلق قلبه بالله ويعرض عما سواه. ومن فضائل التوحيد أنه يقي من عذاب النار. قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومن فضائل التوحيد أن الله يكفر به الذنوب. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، ثم يعني ملء الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومن فضائل التوحيد حصول الأمن في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا المراد به الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم أنواع الظلم هو الشرك والعياذ بالله. فمن سلم من الشرك حصل له الأمن، إما الأمن المطلق الذي لا خوف معه أبدا، وإما مطلق الأمن الذي قد يحصل معه شيء من الخوف ولكن مآله إلى الأمن التام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما تفسير قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له؟ هذه الآية كما يقول أهل العلم قطعت عروق الشرك من أصلها، لأن الله سبحانه وتعالى تحدى المشركين في 4 مقامات من هذه الآية. قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لأن المدعو لا بد أن يكون مالكا لما يطلب منه، فكيف تدعو من لا يملك شيئا؟ المدعو والمطلوب لا بد أن يكون مالكا لما يطلب منه، وإلا كان دعاؤه عبثا. وواقع ما المعبودات من دون الله أنها لا تملك شيئا، حتى مثقال الذرة. الذرة وهي الهباء، أو الذرة وهي النملة الصغيرة، لا تملك من السماوات ولا من الأرض شيئا، فكيف تدعى من دون الله؟ المقام الثاني: إذا لم يكن المدعو مالكا لما يطلب منه، فقد يكون قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال وما لهم فيهما من شرك. الحالة الثانية أو المقام الثاني: إذا لم يكن مالكا للمطلوب منه، فقد يكون شريكا فيه، قد يكون شريكا لمن يملكه. وهذا منفي عن معبودات المشركين، فإنها لا تشارك الله سبحانه وتعالى في شيء من ملكه، له ملك السماوات والأرض، لا أحد يشاركه في ذلك. الحالة الثالثة أو المقام الثالث: إذا لم يكن مشاركا، فربما يكون معينا للمالك ومؤازرا له، والله جل وعلا ليس له معين وليس له وزير وليس له ظهير، هو الغني سبحانه وتعالى. فهذه المعبودات ليست معينة لله في شيء من خلقه سبحانه وتعالى، وهو غني عنها ولا يحتاج إلى من يعينه ويؤازره. الحالة الرابعة أو المقام الرابع وهو الأخير: إذا لم يكن مالكا ولا شريكا ولا ظهيرا للمالك، فربما يكون وسيط أو شفيع عند المالك، وهذا منفي عن الله جل وعلا، فلا أحد يشفع عنده إلا بإذن، لا أحد يشفع عنده إلا بإذن، بخلاف ملوك الدنيا فإن الشفعاء يشفعون عندهم ولو لم يأذنوا لهم، ويضطر الملوك إلى قبول
بقبول شفاعتهم لئلا يفسدوا عليهم ملكهم. أما الله جل وعلا فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى لا يملكها غيره، وهو الذي يأذن بها لمن يشاء بشرط أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما موقفنا تجاه الكفار وتجاه أهل البدع والزيغ وكذا أهل الكبائر؟ أما موقفنا من أهل الكفر من مشركين وكفرة وملحدين، موقفنا منهم دعوتهم إلى الله وتبليغهم الدعوة إبراء للذمة. فإذا لم يقبلوا وجب أن نتبرأ منهم وأن نعاديهم، أن نتبرأ منهم وأن نعاديهم، لأنهم أعداء لله ولرسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإذا لم يقبلوا الدعوة فالواجب البراءة منهم وعدم محبتهم والمصارحة بشركهم ومعاداتهم في الله حتى يرجعوا إلى التوحيد وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، حتى تؤمنوا بالله وحده. وأما موقفنا من أصحاب الكبائر من المسلمين فموقفنا النصيحة لهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، ولكن لا نتبرأ منهم لأنهم مسلمون، لأنهم مسلمون فهم إخواننا، ولا نتبرأ منهم ولكن نناصحهم وندعوهم إلى التوبة لعل الله أن يتوب عليهم. وإذا كان في هجرهم مصلحة راجحة لأن يتركوا حتى يتوبوا جاز الهجر لأجل المصلحة الراجحة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك حتى تاب الله عليهم. أما إذا كان الهجر معهم لا يجدي شيئا بل قد يزيدهم شرا فإنهم لا يهجرون، ولكن مع استمرار المناصحة. نعم. والموقف من أهل البدع يا شيخ؟ الموقف من أهل البدع لأنه ذكر في السؤال تجاه البدع، هذا سؤال عظيم، سؤال عن أهل البدع، لأن أهل البدع يتساهل فيهم كثير من الناس. الواجب مقاطعتهم على كل حال، ما داموا على البدعة تجب مقاطعتهم، وليسوا مثل الفاسق المسلم الذي عنده معاصي لكنه لم يصل إلى حد الكفر. هذا قلنا فيه تفصيل. أما البدع فليس فيه تفصيل، يهجرون حتى يتركوا بدعهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نرى كثيرا من الناس هداهم الله قل اهتمامهم بالقرآن حفظا وتلاوة وعدم تدبر وتفهم لمعانيه مما أوقعهم في البدع والضلالات، فهل من توجيه؟ نعم. الواجب على المسلمين أن يقرأوا القرآن بتدبر وأن يعملوا بما يدعو إليه القرآن من الأعمال الصالحة وترك المعاصي والذنوب والسيئات وترك الأخلاق الرذيلة. الواجب التخلق بأخلاق القرآن وما يدل عليه، وليس المراد من القرآن مجرد التلاوة أو تحسين الصوت أو تجويد التلاوة، هذه وسائل وليست مقصودة، المقصود هو التدبر والعمل بالقرآن. نعم. السلام الله عليكم. يقول أيضا: هناك ظاهرة لدى كثير من الناس هداهم الله وهي إما ترك الصلاة أو التهاون بها، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ الواجب عليهم تقوى الله عز وجل والتوبة، لأن التهاون بالصلاة أو تضييع الصلاة هذا خطر عظيم، تضييعها هذا كفر مخرج من الملة. تضييع الصلاة بمعنى ترك الصلاة متعمدا هذا كفر، أما تضييع الصلاة بمعنى تكاسل عنها وإخراجها عن وقتها ترك صلاة الجماعة فهذا كبيرة من كبائر الذنوب وهو وسيلة إلى ترك الصلاة. الواجب عليهم المحافظة على الصلاة، والواجب عليهم المحافظة على أداء الصلاة في وقتها، والمحافظة على صلاة الجماعة حتى يبرأوا من النفاق وحتى يبعدوا عن وسائل ترك الصلاة نهائيا. نعم. هل الترك الشيخ المخرج من الملة أن يترك فريضة واحدة من اليوم أو يترك يوما أو يكون يترك كثيرا يعني؟ لا فرق بين الكثير والقليل، ترك الصلاة كفر مخرج من الملة ولو صلاة واحدة، إذا تركها متعمدا ولو صلاة واحدة، لأن حكم الصلاة الواحدة حكم سائر الصلوات. الله جل وعلا يقول: والذين هم على صلواتهم يحافظون. حافظ على الصلوات تعني المحافظة عليها كلها، لا صلاة البعض وترك البعض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من أنكر تلبس الجنية الجني بالإنسي؟ هذا جاهل ومخطئ، لأنه أنكر ما لا يعلم، قد قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم. فالإنسان يتبع النصوص، ما دلت عليه النصوص يؤمن به ولو لم يدركه بعقله، لأنه لا يعلم كل شيء وعقله لا يتسع لكل شيء، فعليه أن يتبع النصوص الواردة ولو لم يعقلها أو لم يعرف ما تدل عليه، لأنه قد يكون من الشيء الذي لا يعلمه إلا الله أو من الغيب أو من الشيء المستقبل
الذي لم يحصل بعد، فلا يستعجل الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فالواجب التسليم على المسلم، فإذا صح الدليل عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا مجال للإنكار أو التأخر أو التساؤل، يعني هذا معنى الإيمان. نعم. معنى التسليم. بعض الناس يقول لا بد أن أقتنع. نعم. نقول له: الاقتناع بالأدلة. الذي لا يقتنع بالأدلة هذا ليس بمؤمن. أما من بلغته الأدلة صحيحة ثابتة عن الله وعن رسوله ولم يقتنع بها فهذا ليس بمؤمن. المدار على ثبوت الأدلة، فإذا ثبتت الأدلة فالمؤمن يقتنع. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول في آخر أسئلة: شخص يريد أن يرد الحق إلى أهله لكنه لم يجدهم ولا يمكنه أن يتوصل إليهم، فبما توجهونه؟ إذا تعذر عليه الوصول إلى أصحاب الحق حاضرا أو مستقبلا، يعني تعذر تعذرا كليا ولا يرجو أن يعثر عليهم ولا في المستقبل، فإنه يتصدق بالمال الذي عنده على نية أن أجره لهم، وإذا جاءوا فيما بعد يطلبون ما لهم فإنه يخيرهم، إن شاءوا أمضوا الصدقة ولهم الأجر، وإن شاءوا دفع إليهم المال ويكون أجر الصدقة له هو. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مستمع بعث رسالة ضمنها عددا من الأسئلة، يقول فيها: ما رأي فضيلتكم في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي؟ إحياء علوم الدين للغزالي فيه فوائد وفيه دواهي وأخطاء فادحة، لأن الرجل دخل في التصوف والفلسفة فتأثر بهما تأثرا بالغا، فهو خلط في هذا الكتاب بين حق وباطل وبين صحيح وخطأ، فهو كتاب يشتمل على كثير من الترهات وأباطيل الصوفية والفلاسفة، فلا يجوز الاطلاع عليه إلا لأهل الاختصاص وأهل العلم الذين يميزون بين الحق والباطل وبين الغف والسمين. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم تأجيل الوقف إذا كان الواقف لم يشتري ذلك؟ إذا كان تأجير الوقف لمصلحة الواقف ولمصلحة الوقف فبأن يؤجر بأجرة، وهذه الأجرة تستعمل في وجوه تنفع الواقف من الصدقة والمشاريع الخيرية فلا بأس بذلك، يعني هذا من المصلحة. نعم. يقول: كانت لي عمة رحمها الله تعالى، وكنت لا أذهب إليها بغير عذر شرعي سوى أن بيتها كان بعيدا وليس لي وسيلة نقل تبلغني بيتها، وبعد ذلك فطنت لنفسي فاتصلت بها هاتفيا على أنني سوف أزورها بعد يومين، وإذا بي أفاجأ بوفاتها بعد يوم من اتصالي، فهل أديت حقها؟ وإذا لم أؤديه فماذا يجب علي؟ وجهوني أثابكم الله. إذا كان الواقع ما ذكرت من بعد بيتها وعدم وجود الوسيلة التي توصلك وأنت لا تقدر على المشي فأنت معذور، واتصالك بها أيضا فيه فائدة وخير والحمد لله، حصل بعض الشيء، حصل بعض الصلة وبعض الفائدة. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل عين 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 من العلا الشمالية يقول: يوجد لدينا غنم ترعى ونقوم بزكاتها، وتنتج كل عام بهما صغارا ونقوم بتعليفها، ونحن في البر ويذهب ويرعى ثم يعود، علما أننا نعلفه كل يوم، فهل يجب فيه الزكاة؟ هذا ينظر فيه إلى الأكثر، فإن كان الغالب العلف فليس فيها زكاة، وإن كان الغالب الرعي ففيها الزكاة، وإن كانت متساوية العلف والرعي ففيها الزكاة أيضا. فإذا كانت ترعى وتقوم على الرعي وليس هناك علف ففيها الزكاة قطع كاملة، فيها الزكاة كاملة. وإذا كانت ترعى أكثر الحول أيضا ففيها الزكاة، وإذا كانت تعلف أكثر الحول فليس فيها زكاة. إذا لها ثلاث حالات: تكون ترعى كل الحول هذه فيها الزكاة بلا إشكال، أن تكون ترعى أكثر الحول هذه أيضا فيها الزكاة بلا إشكال، إذا كان العكس وهي الحالة الثالثة أنها تعلف أكثر الحول هذه ليس فيها زكاة. نعم. أحسن الله إليكم. إلا إذا أعدت للبيع والشراء فإنها تزكى زكاة التجارة، أما إذا أعدت للدر والنسل وهي تعلف أكثر الحول فليس فيها زكاة، والحالة الرابعة أن تعلف كل الحول هذه من باب أولى ليس فيها زكاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نحصل على بعض النقود من البهم المذكورة الفاضلة عن تعليفها ومصاريفنا، ويحول على تلك النقود الحول، فهل يجب فيها زكاة؟ نعم. إذا بقي نقود عندكم من البهم أو من غيرها وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، إذا كانت هذه النقود تبلغ النصاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما مقدار النصاب بالنقود السعودية الحالية وكم يجب فيه؟ النصاب بالنقود الحالية
الورقية ما يعادل 56 ريال من الفضة. فإذا بلغت النقود الورقية ما يعادل صرف 56 ريال من الفضة من الريالات الفضية السعودية فإن هذا هو النصاب، وما نقص فليس فيه زكاة. نعم. يقول إذا لم أجد من يستحق الزكاة فأي جهة تنصحونني بدفع الزكاة إليها؟ أقرب مكان إلى المكان الذي أنت فيه، فيه فقراء توزعها عليه. نعم. أحسن الله إليكم. مستمع من عفيف والأخ محمد ماطر يسأل يقول إذا رأى الإنسان في منامه قريبا له متوفى هل يلزمه أن يتصدق عنه؟ لا يلزمه أن يتصدق عنه، إن أراد أن يتصدق عنه من باب الإحسان إليه فالأمر في هذا واسع وتنفعه الصدقة بإذن الله، أما أنه يتصدق عنه من أجل الرؤية فهذا لا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. امرأة تقول إنني أواجه مشكلة عصرية كانت سببا في ترددي في الذهاب مع الأهل للمناسبات وحفلات الزواج، وذلك لأنني أرى في الأماكن الخاصة في النساء أشياء لا ترضي العقل ولا الضمير ولا الشرع، وأتألم لما أرى من طريقة لبسهن، ولكن مشكلتي عدم الجرأة على مواجهتهن ونصحهن، وعندما أطلب من أهلي السماح لي بعدم الذهاب لخوفي من الإثم تغضب الوالدة لرغبتها في خروجي معهن، فماذا أعمل؟ هل علي إثم في عدم نصحهن؟ وهل يلزمني أن أطيع والدتي في الخروج أم عليها أن تسمح لي بالبقاء في البيت؟ هذا سؤال الأخت نوال الدوسري. إذا كان الحفل فيه منكرات ومعاصي ومخالفات شرعية فلا يجوز الحضور إلا لمن يقدر على الإنكار وإزالة المنكر، أما من لا يقدر على الإنكار أو ينكر لكن لا يعمل بقوله فهذا لا يجوز له الذهاب إلى ذلك الحفل ولا حضوره، لأنه يكون شريكا في الإثم. فعلى هذه البنت أن تبقى في البيت ولو غضبت أمها، لأن ذهابها مع أمها إلى الحفل معصية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالأم هي المخطئة وهي العاصية بهذا الأمر فلا يجوز لها أن تطيعها. نعم. أحسن الله إليكم. فإن قيل شيخ إن عدم خروجها يجعلها انطوائية ويصرف الخطاب عنها، هل هذا صحيح؟ ما يضر هذا، بل هذا يرغب الخطاب فيها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أحبتنا الكرام، تفضل بالجواب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ونحن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج الدائم المملكة العربية السعودية الرياض، الإذاعة برنامج نور على الدرب. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام.